عمرك شفتي قطه بتشرب ويسكي؟ مش معقول في قطه بتشرب ويسكي؟ اه انا شفت قطه بتشرب ويسكي. عارفه ازاي؟ كده. ابي جمال بيعمل زي القطه تمام. ايه ده، هو انت قطه؟ مش كده يا بابا، ولا القطه كانت بتشرب الويسكي ازاي؟ تمام زي ما بتقول كده. ايه ده يا بابا؟ في قطه بتشرب خمره؟ انا مش مصدق. انا شخصيا كنت لا يمكن اصدق، انما بقى شفت القطه بتشرب الويسكي بعينيا. مش كده يا بابا؟ ما هو تمام زي ما بتقول كده. مش معقول، انا عايز اشوف القطه. يا سلام، ده انت ممكن تشوف القطه حالا دلوقتي. مش كده يا بابا؟ ايوه تمام زي ما بتقول كده. طب وريها لي. يا سلام، بس كده. كمان طبعا. اسمع ما اقول لك، تعال. يا ابن العمايل بتاعتك دي، ده انت نشفت دمي. انا يا بابا ما خلتنيش اتهنى على الفطار. انا؟ ايوه. لا ابدا ابدا مش قصدي. لا هو قصدك برضه، ومعاك حق، انا غلطان. افهم من كده يا بابا انك خلاص ما عندش هتروح في المكان الموبوء ده؟ ان شاء الله. يعني ده وعد منك؟ خلاص اعتبره وعد. طيب بقى عن اذنك يا بابا انا خارج. اتفضل يا ابني، مع السلامة. مع السلامة. يا رب، انا دلوقتي في مركز حرج، يا تحوش عني الناس دول يا تاخدني. ايه ده راحة؟ طيب مالك مسروق كده؟ ليه؟ الو، انا رياض. صباح الخير يا باشا، انا حامد. اهلا وسهلا. لكن ازاي عرفتوا نمره التليفون؟ ما هو ابنك كان مديها لنا. دي المصيبه، عرفوا نمره التليفون كمان، مانيش خالص منهم. ايوه يا حامد. انت جاي الليله؟ لا والله بلاش الليله دي. لا لازم تيجي، لازم اشوفك ولو ربع ساعه، ضروري تيجي. طيب حاضر. ايوه جاي، مع السلامه. الوعد يا بابا. ايوه وعد، لكن ازاي انفذه والمشنقه منصوبه لي؟ هو اصله وعدني انه مش هيروح هناك ابدا. خلاص، اذا فكر انه يروح هيلاقي المخبر مستنيها على الباب يسيب لك ركبه. انت مش كل غرضك انك تسيب ركب ابوك؟ ايوه يا سيدي. خلاص نسيب ركب ابوك. مش كده ولا ايه؟ اه مفيش غير كده. اظن بعد كده مش هيفكر يروح هناك ابدا. اسمح اتفضل معانا. على فين؟ عندنا امر من النيابه بالقبض عليك. نيابه؟ هو في حد بلغ ضدي؟ يظهر. حاجة بخصوص قتل وحاجات زي دي؟ لازم. طب ومنين عرفتم ان انا جاي هنا؟ هو ساعتك هتحقق معانا، اتفضل معانا اتفضل. طيب، انا ابن ضابط بوليس، اتصل بيه علشان يشوف لي محامي. ما عندناش امر بكده، اتفضل معانا وفي الاسم ابقى اتصل بيه زي ما انت عايز. ما هو بس ما بسش ولا حاجة، اتفضل. ايوه طيب، ما تيجوا معايا في عربيتي. اسفين جدا، احنا معانا البوكس. يا خبر اسود، وبوكس كمان؟ ما بلاش البوكس يا ابن الحلال. تعال في عربيتي. عشان خاطر سعادتك مفيش مانع، اتفضل. سعادة الباشا جاي يا فندم. ولقيتوه داخل هناك؟ ايوه يا فندم، وجبناه معانا. شفت بقى؟ دول الجماعة فيهم مغناطيس. انا مندهش، دي حاجة غريبة جدا. قول له ادخل. حاضر. اهلا وسهلا. اتفضل يا سعادة الباشا. اتفضل. انا؟ ايوه اتفضل. اقعد يعني؟ ايوه اتفضل اقعد. ايوه اخرجه انت. انا بس عاوز قبل ما تسالني اي سؤال اتصل بابني، هو برضه ضابط زي حضرتك. وايه لزومه؟ بس يحضر معايا التحقيق. وهيعمل لك ايه في التحقيق؟ دي جريمه. وانا عارف انها جريمه، لكن والله دي جت غصب عني، ما كنتش اقصدها. ده القضاء والقدر. والقضاء والقدر قال لسعادتك تعمل حاجه زي دي؟ ايوه. ما هو لما الظروف تعاكس
القشاية تكسر الجمل. انت عمرك شفت ان بني ادم يموت من لمسة؟ ايوه جايز، وكتير الانسان بيموت لوحده. ايوه حضرتك قربت تفهمني. مهما فهمتك سعادتك مش ممكن ابدا تنزل مركزك الكبير ده للدرجة دي. هو كان بكيفي. مش بكيفك ازاي يا بابا؟ مين؟ جمال ابني حبيبي. مين اللي بعت لك؟ ما هو انا يا بابا اللي بعت لك المخبرين عشان يستنوك عند باب البيت. صحيح؟ يعني مفيش حاجة؟ هو في حاجة أكتر من إنك تروح مكان بعد ما وعدتني إنك مش هتروحه أبداً. أيوه يعني مفيش حاجة خطيرة خلاص. ما هو ده الخطير يا بابا. أرجوك أستحلفك برحمة أمي إنك ما عندش تروح الجو ده تاني أبداً. حاضر 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 يا ابني، جت سليمة الحمد لله. رياض مجاش؟ مجاش لحد دلوقتي. لازم ابنه الملعون ده هو اللي منعه. هو مش ظابط؟ احسن حاجه يتنقل على اسوان. فكره، ده مش يتنقل اسوان، ده يروح في اخر الدنيا دلوقتي حالا. حد امر بالتليفون. ومش حرام عليكم شاب زي ده تشردوه تبعدوه عن بيته؟ يخلص مين ده؟ خلصنا احنا. اي حشره تقف في طريقنا لازم ندوسها. ده ظلم وفتره ده. وانت داخلك ايه في الموضوع يا بنت؟ شاب بريء عايزين تضطهدوه عشان انتوا مسنودين. الله الله، باي حق يا بنت تتجرأي وتتكلمي باللهجه الغريبه دي؟ انت ممروعه على ايه؟ هي اللي تقول حق تبقى ممروعه؟ اذا كنت فاكرين نفسكم قوي يا ربنا اقوى منكم. انت بتحبيه يا بنت؟ ايوه بحبه، بحبه اكتر من روحي. يا اخي طلعت روحي. اذا فكرت انكم تاذوه انا هموت نفسي. في 60 داهيه. الحق عليك، ما انت لو كنت عرفت تربيها من اول ما كانتش طلعت بالشكل ده. وقبل ما اموت نفسي انا لازم اكشف حقيقتكم للناس يا غشاشين. اخرج. تعالي هنا، انا مش فاهم ايه قصدك. فاهميني؟ ايه حكايتك؟ تعالي هنا اول. وبعدين معاك يعني؟ وبعدين؟ وبعدين؟ وبعدين معاك؟ وبعدين؟ اي 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 يا مجرمه. كان لازم من اول نعملها بالشكل ده المغفله دي. وتقعد في اوضه لوحدها زي الكلبه، وبالشكل ده لا تقدر تشوفه ولا تقدر تقابله. يلا بينا احنا ننزل الضيوف بتوعنا. خليك الهدف مكرمه. اتفضلي.